تبادل المهمات. ثم لحقت بذلك المجرم بسرعة وباغته وقفزت أمامه فجأة يا هيفاء وأمسكته وقدته إلى السجن. رائع. أذكر مرة عندما شب حريق كبير في مزرعة جرير، قفزت بين ألسنة اللهب وأخمدت الحريق بسرعة. حصلت يومها على جائزة أفضل إطفائية. حقا؟ هذه ثانية أفضل جائزة في البلدة. ماذا تقصد؟ أقصد أن أفضل جائزة يأخذها الشرطي لأنه أقوى من الإطفائي بكثير. يحتاج عمل الإطفائي إلى قوة وجهد أكثر من الشرطي الذي لا يعرف سوى التبجح. أتمازحينني؟ هذا مضحك جدا. إن كان كل منكما يرى عمل الآخر سهلا وسخيفا، فلما لا تتبادلان العمل يوما واحدا؟ ما رأيكما؟ فكرة جيدة، وأنا قبلت التحدي. وأنا أيضا سأؤدي دور الإطفائي اليوم، وأنت ستكونين سيارة الشرطة. هيا فلنبدأ. معكم خدمة الطوارئ. نعم أسمعك. أجل؟ حسنا علم. اسمعا، علقت قطة صغيرة فوق شجرة قريبة من الفرن، يجب أن تنقذها قبل أن تؤذى. حان وقت العمل. نسيت الأمل تماما. أنت من سيؤدي مهماتي اليوم يا شريف، هذه فرصتك لتثبت جدارتك. قطة؟ هذا سهل جدا. لا أدري ما الصعوبة في إنزال قطة عن شجرة. حان وقت العمل. مرحبا، أنا اسمي شريف، أتيت لكي أنقذك. أصل إلي جيدا يا قطة، أنا الشرطي شريف، بل أقصد أنا الإطفائي. يجب عليك أن تنزلي من فوق الشجرة وتخلي المكان بأقصى سرعة ممكنة. هيا هيا. ماذا أفعل الآن؟ هل أشغل الصفارة؟ قد ينجح الأمر. إن لم تقتنع بالنزول وحدها فعلي أن أنزلها بنفسي، هذا سهل. على الأقل نجحت في إبعادها عن الشجرة. مرحبا شريف، يبدو أنك تحتاج إلى المساعدة. اقتربي يا صغيرتي. لقد أنزلتها، شكرا لك يا طارق. لا شكر على واجب. تأخر، أخشى أن يرتبك ويخيف القطة. ثقي أنه سينجح في المهمة. معكم خدمة الطوارئ. حسنا فهمت، علم. اسمعي، تعطلت حركة السير بسبب الازدحام، هذه فرصتك يا هيفاء لتثبتي جدارتك في الشرطة. صحيح، حان وقت العمل. ما هذا؟ لم أرى ازدحاما كهذا من قبل. لا بأس، سأحل المشكلة. أرجو الانتباه منكم، أنا شرطية المرور هيفاء وسأنظم سيركم. شرطية بخرطوم ماء وسلم؟ يجب أن أمر بسرعة، فالجميع في انتظار بريدهم وطعامهم وحلواهم أيضا وأزهارهم. حسنا سوف يقسمنا شريف مجموعتين في العادة. حقا؟ حسنا. إذن ليرجع إلى الخلف كل من يحب فطائر الجب. سيء. حسنا لا بأس، ليتقدم إلى الأمام كل من تناول المثلجات. لا أعلم ماذا أفعل. لا تقلقي، سأساعدك. سأبعد علامات التوقف. شكرا لك، أخرجتني من المأزق، أنا ممتنة لك. كان ذلك مرهقا جدا، أحتاج إلى راحة. سأعد الشاي وأجلس في ظل الشجرة. حريق! شب حريق في الغابة يا شريف، يجب أن تخمده قبل أن تنتشر النار وتكبر. هيا تحرك بسرعة، فقد حان وقت العمل. حسن، سأخمده. صنبور المياه بعيد جدا،
كيف سأخمد النار بلا ماء؟ جاءتني فكرة. لن تخطر هذه الفكرة في بال هيفاء. أشم رائحة شيء يحترق. هذا أنا. عد إلى هنا أيها الجذع. النجدة. كان نهارا متعبا، وأخيرا عدت إلى المقر. تنظيم المرور مرهق جدا، سأرتاح الآن وأقف بلا حراك. تحركي. هيا، يجب أن توقفي وليد، فهو يسير بسرعة جنونية وقد يؤذي أحدا بطيشه. إنه متجه نحو المحطة. يبدو أني لن أرتاح. حسنا، سأثبت لشريف أنني أفضل منه. حان الآن وقت العمل. توقف، يجب أن لا تسرع. لما تأمرينني بالتوقف؟ ألأنك تغارين من سرعتي؟ هاي، توقف بأمر من الشرطة. ما هذه الدعابة الغريبة؟ كيف تتحدث سيارة إطفاء باسم الشرطة؟ آسفة فرفور. يجب أن تكون هناك طريقة لإخماد هذه النيران. تجاوز وليد السرعة المسموحة بها. لا أستطيع منعه للأسف، فأنا اليوم إطفائي ولست شرطيا. توقف يا وليد وإلا سجنتك. لن أستطيع الإمساك به. هيفاء، أخمد النار وأنا سأتولى أمر وليد. لك ذلك. لا لا. توقف. لماذا؟ لما تسير بهذه السرعة الجنونية؟ أريد أن أمرح لا أكثر. وقد تؤذي أحدا بمرحك. لا أقصد الأذية. ألا تعلم أنك قد تصطدم بعجوز أو طفل؟ فكر في طريقة أخرى للتسلية. هيا اذهب من أمامي. لقنت درسا قاسيا لوليد. لم يكن سيتوقف عند حده لولا تدخلك. كان علي أن أقدر جهدك وعملك الصعب وألا أتفاخر بنفسي يا شريف. وأنا أيضا. يا أم شاق، سأعترف لك بأنني تعلمت كثيرا من عملك، وأنك كنت رائعا في إيقاف وليد. وأنت أيضا كنت رائعة عندما أخمدت النار بسرعة. هذا لا شيء، صرت أعلم الآن أن عملك شاق جدا. أنا؟ بل أنت التي عملك شاق. ليس أشق من عملك. توقفا عن الثرثرة. لم أستطع تأدية عملك، أنت رائعة حقا. بل أنت الرائع. توقفا. بل أنت. بل أنت. أنت. لا بل أنت. لا أنت. لا لا بل أنت. أنت. لا بل أنت. كفى. بل أنت. بل أنت. بل أنت الرائعة. لا بل أنت الرائعة.